لما دكتور الرجيم بيقول ان في وجبه فري كتير مننا بيسمعها انه يوم فري، يوم التعويض، يوم الهجوم على كل الحلويات، وطبعا ده مش صحيح. اليوم الفري وجبه واحده مش يوم كامل. عن الفري وكل اللي بيحصل فيه هتكون حلقتنا النهارده في الاهلي دار. اليوم الفري ولا الوجبه الفري؟ ناس كتير عندها معتقد مش سليم عن اليوم الفري وعن الاكل، وان هي ازاي تعمل تاخد اكل وتبقى عندها يعني حرمان طول الاسبوع، وعايزه تيجي في اليوم ده تاكل كل حاجه في كل حاجه وباي كميه هي عايزاها. والحقيقه ان ده معتقد غلط ومعتقد غير سليم بالمره. اللي بيحصل ان احنا المفروض بنعمل مثلا دايت من يوم السبت لحد يوم السبت، المفروض ان احنا ناخد الوجبة الحرة وليس اليوم الفري، هي وجبة بتبقى يوم السبت في نفس اليوم، وده علشان ما نبوظ يوم تاني وناخد سعرات حرارية كتيرة في يوم تاني ونبوظ منظومة الحرق بتاعتنا. يوم الفري بالنسبة لي انا ما بفكرش فيه خالص، لان انا المفروض ما احرمش نفسي من حاجة، المفروض ان اكل كل حاجة. ليه؟ لان انا المفروض بغير في تفكيري، ما بغيرش في الاكل بتاعي، ما بغيرش في جسمي، عشان ابتدي اتغير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني لازم اغير من نفسي الاول عشان ابتدي اغير من جسمي. ما ينفعش ان انا اكون بفكر في ان اليوم الفري هاكل كل فيه الحاجات السيئه اللي جسمي مش محتاجها اصلا. لا، المفروض ان انا ببتدي اغير من نفسي. انا شايف ان انا عايز اخس مثلا، فانا ببتدي اقلل من السعرات الحراريه، باكل كل حاجه بس اكل نظيف. لكن اللي بيحصل مع الناس كالاتي، الناس بتيجي بتاخد يوم تاني خالص، يعني هو يوم السبت الوزن بتاعه المفروض انه لما بينزل من على الميزان بيبدا يروح ياكل الوجبه اللي نفسه فيها. الوجبه دي ليها تفاصيل معينه، التفاصيل دي ان هي ما تبقاش مبالغ فيها في الكم، مبالغ فيها في كميه السكريات اللي بناخدها، ما تكونش حاجه مملحه قوي، يعني فيها ما يبقاش رنجه في سيخ عشان ما تخليش الجسم يخزن ميه طول الاسبوع وتخلي الميزان يبدا يزيد. بمنع الزيوت، بمنع الدهون، باكل زيوت او باكل دهون المفيده زي الزيوت، الزيت اللي هي فيش اويل، الحاجات المفيده اللي تساعد الجسم على امتصاص الاكل، اخد فيتامين، اكل الحاجات النظيفه. طيب انا دلوقتي نفسي اكل حاجات مضره، ان هي زي ما بنقول بقى الحاجات اللي فيها المعجنات، البيتزا، الحاجات اللي هي المحشي، الخضار، الحاجات دي على فكره مش ممنوعه، الكميات بتاعتها هي بس اللي مشكله. فإحنا هنقول شكل الوجبة الحرة وليس اليوم الفري. الوجبة الحرة هي أكلة فيها كل حاجة نفسنا فيه، حتى لو كانت حاجات مسكرة ولكن تفاصيلها بسيطة، أو لو كانت نشويات أو فيها بروتينات أو أكلة حتى فاست فود من الشارع، تقدر تملى معدتك أو تملي معدتك يعني على قد طاقتها وعلى قد استيعابها. لان اللي بيحصل ان الناس بتقعد تاكل كميات كبيره قوي. يعني انا ممكن اكل محشي عادي جدا، بس الكميه قد ايه؟ هي ده المهم بالنسبه لي، وامتى؟ هل هاكله في العشاء ولا في الغداء ولا في الفطار؟ هي الكميات المهمه. في اليوم الفري مفيش حاجه اسمها يوم فري اصلا. الفكره ان احنا لينا مكتسبات من مساله تنظيم الاكل واستمرارنا على الرجيم مع الوقت. المكتسبات هي ايه؟ هي ان احنا بيكون عندنا سعرات حراريه معينه بناخدها مثلا في الطبيعي، الشخص الطبيعي بياخد 4000 سعر حراري في العادي، بياكل فاكهه وبياكل عيش وبياكل رز وبياكل مكرونه وبياكل بطاطس وبياكل كل اللي نفسه فيه، بياكل من فاست فود وبياخد سكريات. فاليوم بتاعه بيكون تفاصيله حوالي 4000 سعر حراري. لكن لو انا بقى عايز اكل حاجه مضره، دي بالنسبه لي هي هتبقى الوجبه الفري، أو الحاجة اللي أنا بعملها مكافأة لجسمي، أنا طول الأسبوع محافظ على شكلي وعلى جسمي وبخس وجايب نتيجة كويسة. أنا بشبهها دايماً إن أنا مسافر من هنا مثلاً لإسكندرية، فالمفروض آخد الطريق بتاعي في ساعتين لو أنا ماشي على 120. طب أنا أكلت بقى الوجبة الفري دي وكان فيها سعرات حرارية عالية وخزنت دهون في جسمي، فأنا كأني مشيت بالسرعة بتاعتي على 60، بدل ما كنت هوصل بعد ساعتين لا هاخد 3 ساعات في الطريق. فالوجبه الفري دي لازم افكر فيها ان هي هتقلل حصولي على النتيجه اللي انا عايزها. لما بنبدا ننظم له
ونعمل له حمية غذائية أو نعمل له تنظيم غذائي، السعرات الحرارية بتبقى في حدود 1400-1500، ومع الوقت السعرات الحرارية دي بتبدأ تتناقص تقل بالتدريج. يعني لو بدأ مثلاً 1500 سعر حراري، الدكتور الأسبوع اللي بعده بيديله 1300 سعر حراري، الأسبوع اللي بعده بيديله 1200 وهكذا. السعرات الحرارية دي هي إن الوجبة تفاصيلها بتقل، وإن الكم التفاصيل فيه بتقل. دايماً كل اللي بيعمل دايت أو إن هو بيمشي على نظام غذائي معين ومحروم من حاجات معينة، أول ما بيأكل الحاجات المحرومة بيجيله تعب نفسي بعدها، اللي هو بيحس إن أنا حرمت نفسي الفترة دي كلها، بس لما لخبطت كتير، وبعدها مباشرة يطلع على الميزان فيلاقي نفسه زاد كيلو أو 2 أو 3، فنفسياً يتضايق فيبطل يعمل دايت فيضرب. يعني لو أنا مثلاً باخد في وجبة الغداء طبق رز حجمه قد الحجم ده، هلاقي إن أنا بدأت أخد الطبق ده النص، بعد فترة الربع، بعد فترة ما بقيتش أكمل الخمس والست معالق رز. لو باخد رغيفين عيش مثلاً في الوجبة، هلاقيني إن أنا بعد فترة بقيت رغيف، بعد فترة نص رغيف، بعد فترة ربع رغيف، ومبقيتش أقدر أكمل في الوجبة يعني حاجة تكمل الربع رغيف في عيش بلدي وهكذا. فعشان كده أنا عايز إن إحنا نركز على الكميات كويس جداً. لو أنا عودت جسمي على الأكل النظيف، مهما دخلت له أي جرعات من الأكل السيء مش هينتصر، هتنزل، مش هاخد منها أي حاجة. بس مش معنى كده إن أنا أخلي الوجبة الفري دي كل يوم أو خليها في العشاء، عشان أنا مش عايز أتعب الجهاز الهضمي. أنا مشكلتي في الوجبة الفري الجهاز الهضمي بتاعي، لأن الوجبة الفري مشكلتها معانا وبتخلينا ان احنا ما بنخسش، وبتخلي على ان الشخص بيكون عامل دايت حلو قوي طول الاسبوع وملتزم كويس جدا، لكن هو ناسي انه في الفري بتاعه لخبط جامد قوي، وانه كان يعني عمله بتفاصيل مش مظبوطة. وخلي بالنا ان المعدة نفسها بتبدأ حجمها يزيد بعد كده، لانه بياكل كميات كبيرة قوي، والمعدة دي يا جماعة عاملة زي البالونة. لو احنا بننظم الاكل فتره بتبدا البالونه دي حجمها يتضاءل ويقل. لو احنا بناكل كميات كبيره بتبدا المعده القدره الاستيعابيه بتاعتها تزيد، البالونه وتوسع، ودي مشكله كل واحد اصلا وزنه زاد، هو ما خدش باله من كميات الاكل بتاعته. الدهون او الوجبه الزياده دي هتخش تتعب معدتي مش هتتعب جسمي، لان المصنع بتاعي او معدتي دي هي اللي بيخش لها اكل نظيف اتعودت عليه، ان هو سهل في الهضم ويمتص بسرعه للعضلات. طيب لو انا خدت وجبه دسمه بيحصل ايه؟ بتقعد في المعده مده طويله، مش قادره المعده تقاومها، مش قادره تهضمها، فبتتعب جدار المعده، فبالتالي مبقاش انا قادر اتنفس، فنفسيا ببقى متضايق. طب ليه؟ اكلها مفيش مشكله، في كميه قد ايه؟ فخلينا نتفق ان الوجبه الفري بتاعتنا هي وجبه حره، ناكل اللي احنا عايزينه، لكن بلاش نبالغ في كمية السكريات اللي موجودة، عشان ما ناخدش كمية طاقة كبيرة قوي ما نلحقش نحرقها والجسم يخزنها تبقى دهون، والدهون دي نخلي بالنا ان هي هتتخزن كمان على الكبد مش اي دهون. يعني اللي بيحصل ان احنا في الوجبة الحرة لما بناخد كمية سكريات عالية قوي بتتخزن تبقى دهون على الكبد، لان منظومة الحرق بتبقى ناسية تماماً فكرة حرق السكريات. الهدف بتاعي أن أنا تبقى صحتي كويسة، مش أن أنا أخس، فلازم كل واحد يحدد الهدف بتاعي، أركز على الهدف وما ركزش على الوسيلة. الهدف أن أنا صحتي تبقى كويسة وأبقى مبسوط، الوسيلة أن أنا أخس، وأخس بنظام أكل أو دايت أو وفي وجبة فري في الأسبوع في وجبتين، ده كله مش مهم. المهم بتاعي الهدف أن أنا هعيش أنا أبقى مبسوط. اخيرا زي ما انا قلت، هي يعني اختياريه الوجبه الحره، ممكن ناكل نفسنا فيه لكن بكميه قليله، وممكن كمان يعني ما يكونش مبالغ زي ما قلت في كميه الدهون او في كميه السكريات. مفيش حاجه اسمها وجبه فري، فانا هاجي في الوجبه الفري دي اروح جايب كميه قد كده واقول هاكل ده عشان هتحرم منه بقيه الاسبوع. لا، لازم اغير من عقلي او تفكيري علشان بعد كده اغير من جسمي. ده كان موضوع الوجبة الفري. هناخد وجبة واحدة فري مش يوم فري، وكميات قليلة، ونخلي بالنا ونعمل إجراءاتنا علشان ما نزيدش في الوزن، ونخلي بالنا ونلعب رياضة كويس ونمشي كويس ونشرب ماء كويس، إن شاء الله مش هنزيد. والوجبة الفري عمرها ما هتبقى سبب إن احنا نزيد في الوزن مرة تانية، وإن الأسبوع اللي احنا بنتعبه علشان نعمل دايت يجي بفايدة ونخس ونلاقي نفسنا خاسين 2 كيلو آخر الأسبوع على الميزان.
ده معلومة عن الوجبة الفري. النهارده هنتكلم على كلاس الايروبكس الخاصه بالرجال. هي الفكره كلها ان مفيش حاجه اسمها في الرياضه حاجه للرجال وحاجه للسيدات. اي رياضه في الدنيا للاثنين. اي مجهود بدني في الدنيا هو بيعمل هدم للعضلات وبيستخدم الطاقه من الدهون اللي في الجسم. اي مجهود بدني حتى المشي، الجري، الحديد، التمارين اللي فيها اوزان بالاثقال، اي تمرين سباحه، اي مجهود بدني في الدنيا بيعمل حرق للدهون، بياخد الطاقه بتاعتها من الدهون وفي نفس الوقت بيحرق عضلات الجسم. فايه فكره كلاس الايروبكس؟ كلاس الايروبكس دوت في انواع كبيره جدا وكتيره جدا. في كلاس ايروبكس بيبقى قايم على التمارين الهوائيه اللي هو بستخدم فيها التنفس باستمرار، وفي كلاسس ايروبكس قايمه على تقويه العضلات ونضخ دم بكميه عاليه للعضلات عشان نقوي العضلات دي. اثناء الكلاس احنا برضو بنعمل هدم للعضلات وبنستخدم الطاقه من الدهون عشان بعد الكلاس بنعمل ريكفري للعضلات. طب الكلاس بيبقى عباره عن ايه؟ مجموعه تمارين اولها اول 5 دقائق في كلاس، من 5 دقائق لسبع دقائق او 10 دقائق بنعمل فيها وورم اب، تسخين لعضلات الجسم كلها عشان نزود درجه حركه الجسم ونزود ضربات القلب عشان نخش في الزون او في المرحله اللي هي بنبتدي بيها نحرق نسبه السكريات الزياده اللي في الجسم. وبعد كده بنخش في المرحله اللي بعدها نحرق فيها نسبه الكربوهيدرات اللي في الجسم. بعد كده نخش على نسبه البروتين، واخر حاجه بنبتدي نستخدمها اللي هو الدهون من الجسم. طب عشان احرق دهون بسرعه بنستخدم اسلوب الانترفل تريننج او اللي هو تصاعدي تنازلي، بطلع وانزل بالمجهود. لما بنعمل مجهود عالي جدا مجموعه حركات مركبه عشان ارفع ضربات قلبي، هو اللي بيتحكم في اسلوب التمرين او الزوم بتاع التمرين او الكيرف بتاع التمرين عشان هحرق ايه في الجسم، هل انا هحرق العضلات ولا هحرق دهون. فاسرع حاجه بتحرق دهون في العالم كله دلوقتي اللي هي الانترفل تريننج، اللي هو اطلع بالمجهود قوي، اطلع بضربات قلبي لفوق وبعد كده اخد ريست، تنزل تاني، بعد كده اطلع تاني، فبلاقي الزوم بتاعي طول التمرين لمده ساعه كامله انا بعمل حرق للدهون. 70% من الساعه بحرق حرق للدهون في الجسم. فده مفيد للرجال وللسيدات، لان الثقافه دايما بتاعتنا الكلاسيس ايروبكس دي للسيدات فقط. لا، الكلاسيس ايروبكس دي لكل الناس، كل الناس تخش كلاس، من الطفل للست للراجل الكبير في السن، بس على حسب الفروق الفرديه. يعني ايه على حسب الفروق الفرديه؟ يعني ما ينفعش حد عنده مثلا 30 سنه بس وزنه كبير جدا يخش يعمل كلاس في جامبينج ويتنطط في كلاس، هيبقى خطر على ركبته وخطر على ظهره. طيب لو طفل صغير ما ينفعش ادخله في وسط مجموعه واخليه يعمل تمارين مركبه، فممكن تجيب له اصابه لانه ما بيعرفش يتحكم في عضلات جسمه. طب لو راجل كبير في السن ما ينفعش اقول له يعمل تمارين هوائيه عاليه جدا، لان ممكن يكون في عرضه انه يكون عنده ضغط عالي او عنده سكر او عنده قلب. لازم كل تمرين او كل كلاس يكون مناسب للمرحله السنيه والنوع الشخص اللي داخل، وزنه، عنده اصابه ولا مش عنده، كل دي اسمها مراعاه الفروق الفرديه. لو انسان سليم كويس جدا فت بيعمل تمارين يبقى يقدر يعمل جميع انواع الكلاس، تقويات اللي هي تونينج العضلات او بامب للعضل او كارديو اللي هو يعمل تمارين مركبه او يعمل استريتشات زي اليوجا او بيلي دانس، مجموعه رقصات. كل دي انواع كلاسز الغرض منها هي حرق اكبر سعرات حراريه في الجسم وفي نفس الوقت تكوين جسماني قوي، رفع معدل اللياقه البدنيه في الجسم. زيها زي الجيم، مفيش فرق بينهم خالص، الفرق بينهم ان ده نوع تمرين مختلف عن التمرين ده.
في النيجاتيف انرجي كده، واللي هو برضه فيتنس وبتاع. هو الايروبكس عادي، هو مجرد فيتنس بس، مش يعني مش بيبيلد ماسل او حاجه. خلينا اخش الجيم اللي انا يعني بطلع فيه برضه الطاقه السلبيه اللي فيا مثلا، بيحسن لياقتي، بيفيدني في حاجات تانية، بيبقى كويس في حاجات تانية، لياقتي احسن يعني. غير نظام اكلي، غير نظام وقتي برضو، النوم، صحيان بدري، حاجات كتير يعني. ايروبكس ما بلعبهاش كتير قوي، بس هي مفيده للنفس طبعا، وفيتنس ولياقه القلب يعني. انا بلعب جمباز فني من وانا عندي 4 سنين في النادي الاهلي، وابتديت جيم من حوالي 3 شهور. ابتديت جيم لان رياضتنا بتحتاج ان احنا نبني موسلز اسرع ونشتغل شغل ازيد، فحبيت ان انا اشترك في الجيم طبعا، لان في النادي الاهلي جيم على اعلى مستوى، فحبيت ان انا ابني موسلز اسرع بكتير عشان ده هيفيدنا في الرياضه بتاعتنا. الجيم نظم لي وقتي وملى وقت فراغ، ونظم لي نظام للاكل، ويعني بقابل صحابي فيه وبنستمتع بوقتنا كلنا. كلاس الايروبكس من احسن الكلاسات لتنظيم الهواء وعشان النفس، وبنصح اي حد ان هو عايز يملى وقت فراغه او يشترك في اي حاجه يخش جيم في النادي الاهلي او يشترك في كلاس الايروبكس. احنا بنقسم المراحل السنيه على حسب سن 6 سنين لغايه 15 سنه. دي مرحله اسمها اليوث بروجرام. اليوث بروجرام اللي هو لازم يكون المدرب بيعلمه الحركه بتاعته ستيب باي ستيب. يعني ايه؟ لو في حركه مركبه انا بقسمها له مجموعه حركات، زي لو بنعمل تمرين زي الرباعي او الكيربس، بقسمها له حركه حركه عشان اعلمه تكنيك تكنيك لوحده، بعدين اجمعهم له كلهم في حركه واحده. فده ما ينفعش نعمله مع حد كبير، لان حد كبير كده كده عنده القدره ان هو يستوعب التمرين وتعمله له مره قدامه او تشرحه له هو يعمله لوحده. لكن الطفل لازم تبتدي تعلمه عشان تحفظ مخه او الاشارات العصبيه اللي بتيجي من المخ للعضلات، علشان خاطر يبتدي يبعتها بنظام ان هي توصل للعضله فيتحكم فيها قبل ما تتسيف في المخ يقدر ينفذها صح. ده الطفل اللي هو من سن 6 سنين لغايه 15 سنه. اعلى من كده بيبقى عنده القدره ان هو يستوعب ده. ده احنا بنتكلم على البني ادم الطبيعي اللي هو ما عندوش اي اصابات، ما عندوش اي مشاكل صحيه، ما عندوش اي مشاكل عقلانيه، اللي هو طبيعي 100%. طيب هنتكلم في المرحله اللي فوق 16 سنه، عنده قدره لغايه 50 سنه و60 سنه، ما فيش حاجه اسمها سن للرياضه. طول ما انا بتمرن وفت وكويس وما عنديش اي اصابات لا عضليه ولا عضويه، يبقى اقدر اعمل اي مجهود في الدنيا. طول ما انا بتمرن اعمل اي مجهود، مفيش اعتراف بسن. ممكن ابقى عندي 70 سنه وبعمل مجهود احسن من حد عنده 20 سنه. طول ما انا بتمرن بحافظ على لياقتي البدنيه، طول ما انا مفيش اعتراف بسن. طيب هنقول لو عندي مثلا سكر، لازم يكون مراعاه هل هو سكر بياخد انسولين ولا بياخد تابلتس، بيظبط الاكل بتاعه ازاي، لازم يكون معاه حاجه مسكره في الكلاس زي عصير زي فاكهه، ان هو يخليها جنبه عشان اول ما بيحس بحته ان هو نسبه السكر في جسمه قل لازم ياخد حاجه زي كده. طب اللي عنده ضغط عالي ما ينفعش يعمل حاجه اسمها انترفل تريننج، لازم يبقى المجهود بتاعه تصاعدي، ما ينفعش يطلع بمجهود قوي ينزل، لان يعني الضغط العمري الضغط العالي لازم المجهود يبقى تصاعدي، ما ينفعش يجري ويقف الراحه. لا، لازم يبتدي ستيب باي ستيب، بيعلى بالمجهود وبعدين في الاخر خالص بيعمل كول داون ويريح خالص. ليه؟ عشان ما يلعبش في الضغط بتاع جسمه، لان اي مجهود بدني بيرفع الضغط بتاع جسمه. كان وزني بعد ما بطلت رياضة وزني زاد، وجالي مشاكل في ظهري وبطني، فاضطريت ان انا ارجع تاني للرياضة. بيعلمك النظام وبيعلمك ازاي تخلي بالك من اكلك وازاي تخلي بالك من صحتك، ولو هتاكلي اي حاجه مثلا فيها دهون كتير لازم تفكري قبلها انا هاكلها ولا لا، دي هتتحرق في قد ايه، دي هتاثر عليا في ايه. الايروبكس هو بيفرق اكتر شويه في الفيتنس، ان هو كان بيفرق في عضلات القلب وبيفرق معاكي في التنفس والكلام ده. بعد ما بطلت رياضه 14 سنه تخنت تاني، فحاولت ان انا ارجع على الوزن الطبيعي تاني، فرجعت الحمد لله بعد دايت وجيم، وانتظمت في اكلي وبطلت اكل من بره وكده. خلى اليوم دي حاجه مهمه، وبصحى عشانها وبفطر قبليها عشانها ومنظم يومي عشانها.
كلاس انا اخدته بيقوي عضلات الرجل ويقوي الرئه لو فيها ضعف وطول النفس وعضلات القلب. نصيحة بقى لكل الشباب أو اللي هو الولاد أو الرجال إن يمارسوا أنواع الرياضة بجميع أنواعها. يا ما ينفعش أخش الجيم وأعمل تمارين حديد بقى. ليه؟ لأن ده هيكبر عضلة القلب بس مش هتبقى قوية، فلازم أعمل ميكس أو خلط ما بين التمرين الهوائي والتمرين العضلي، لأن طول ما أنا بشيل حديد بس أنا بعمل تضخم لعضلة القلب بس بتبقى ضعيفة هش، مش قادرة تضخ دم بكمية عالية للعضلات اللي أنا عايزها. توصل لمرحلة إن أنا مش لاقي تقدم، بوصل لعندي ليفل وما برجعش تاني، ما بقدرش أتقدم عن ليفل ده. خلاص وصلت لمرحلة إن أنا كده بس أجي أمشي شوية بنهج، مش قادر أخد نفسي، يعني ما بقاش فيه نسبة أكسجين كويسة في الجسم، زائد إن عضلة القلب عاملة زي نشبهها كده إن هي عضلة كبيرة لكن ضعيفة، مش قادرة تضخ دم جامد للعضلات. لو انا بعمل كارديو بس انا بقوي عضله القلب بس برضه بتظهر صغيره، لكن لما بعمل ميكس بين الاثنين ببقى بنشط او بقوي العناصر اللياقه البدنيه كلها اللي هي القوه والسرعه والرشاقه والمرونه والتحمل، كل دول معاها كمان ان يبقى عندي قلب قوي يعرف يضخ دم للجسم كله. ده يخليني اعرف اعمل اي مجهود في اي وقت. المجهود اليومي بتاعي اللي هو الطبيعي بتاعي ان انا ممكن اطلع سلم من الدور العاشر، ممكن انزل من السلم ما اتعبش، ممكن اجيب اي حاجه واشيلها من غير ما يجيلي مزق في عضله، من غير ما يجيلي ظهري يوجعني، اعرف امشي مجهود اعمل مجهود طويل، اعرف طول اليوم اتحرك من غير ما اتعب. ده ناتج ان انا بعمل ميكس بين الاثنين، بنشط الدوره الدمويه في جسمي بطريقه عاليه جدا فبخلي قلبي قوي، زائد انا بمرن العضلات فبتخلي وزن الجسم كله بيبقى على عضله مش على المفاصل، لان طول ما العضله هي اللي شايله الجسم ما بيحصلش اصابه، زائد لازم يكون عندي توازن عضلي، ما ينفعش امرن منطقه واسيب منطقه. لان بعض الثقافات يقول لك انا عايز امرن الجسم اللي فوق لكن بسيب جسمي من تحت، لازم اعمل توازن عضلي في الجسم عشان ده بيحافظ على ضغط الجسم الداخلي. دي نصيحه ان لازم كل الناس تمارس كل انواع الرياضه، مفيش حاجه اسمها رياضه دي لا رياضه دي زائد الريكفري وهو الاستشفاء اهم كمان من الرياضه. يعني انا بعمل المجهود البدني قوي جدا بس ما بعملهوش الراحه السليمه اللي تحافظ عليه. اي مجهود بدني بيعمل هد، طب ايه اللي بيبني؟ النوم والاكل والراحه. لازم اخد راحات كويسه جدا، لازم انام 6 ساعات، لازم اكل كويس جدا، ما اكلش كتير بس اكل كويس العناصر اللي جسمي محتاجها، كميات اللي جسمي محتاجها عشان احافظ على عضلات جسمي وبالتالي احرق من الدهون اللي في جسمي. كل ما انا محافظ على كميه العضلات اللي في جسمي كل ما انا هحرق من الدهون اللي موجوده في جسمي. العضلات بتاعتي قلت الدهون هتزيد، هي عمليه عكسيه. فالنصيحه ان انا امارس كل انواع الرياضه زائد الاستشفاء اللي هي فيها ساونا، جاكوزي، ستيم، مساج، كل ده عشان ارجع العضلات تاني للهيئه بتاعتها الطبيعيه فتستحمل مجهود بدني تاني اعلى مني. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الحلقه وان شاء الله يكون في معلومات اكتر في الحلقه القادمه. دلوقتي عرفنا ان مفيش حاجه اسمها يوم فري، في الحقيقه هي وجبه فري. وبكده تكون نهايه حلقتنا، نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي دايت.